أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. إِذْ قَالَ مُوسَى إِنِّي آنَسْتُ نَارًا
آتيكم منها بخبر فآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء تخرج بيضاء غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا إن
وحشر لسليمان جنوده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمن إنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان فتبسم
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك وقال وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء
وجدتها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا صدق الله العظيم.